بسم الله الرحمن الرحيم. نطلق معرض الزيتون الاول في مصر. احنا زيت زيتون اوليفيا بلاند مزرعتنا في وادي النطرون. طبعا زيت الزيتون او شكون اثنين، زيتون مائده اللي هو الاصناف بتاعه التخليل، في اللي احنا جايين عليه النهارده اللي هو زيتون الزيت. في اصناف في زيتون الزيت زي الكورناكي، الكوراتينا، البيكول. في اصناف تانية وفي اصناف بتستخدم نفس نوع الغرض زي البيكول. البيكول ممكن ان احنا نعصره، ممكن ان احنا نخلله. جوده الزيت بتتوقف على عده عوامل. اول عامل معانا اللي هو جوده الزيتون ذات نفسه، وبعد كده ننتقل للجوده، جوده المعصره. ان مثلا المعصر في تعصر على البارد، خط الانتاج ذات نفسه، المياه المستخدمه في غزيل الزيتون. بس هو ابتدى معانا ممكن من اول سنه، من سنه تزرع الشتله تبدا تبشر معاك، بس الانتاج الاقتصادي يبدا معاك من 3 سنين. وطبعا ده كله بيفرق على خدمتك للشجره ذات نفسها. ما تهملش طبعا خدمه الشجره وتنتظر منها انتاج. هل في هناك معين للزراعه؟ هو كل ما نقترب من البحر المتوسط كل ما بيكون معانا الاجواء لزراعه الزيتون بتكون معانا افضل. بس احنا شفنا زرعنا في اماكن كتير زي وادي النطرون، اسماعيليه، المهره، اختلفت التربه، اختلفت درجه ملوحه التربه، اختلفت درجه ملوحه الميه، ومع ذلك برضه حصلنا على محصول جيد من الزيتون. زي ما انت حضرتك بتفرق عمليه خدمتك لشجره الزيتون ازاي، وهي شجره مباركه ربنا ذكرها في القران ومحصولها جيد جدا. الاسعار طبعا بتختلف من مكان لمكان، على حسب برضو ممكن تفرق معاك على حسب البراند ذات نفسه وعلى حسب درجات الزيت. الكسترا فيرجن، الكسترا، كل درجه لها السعر بتاعها. هل في شجر معين في مثلا زراعه اللي هي علم مكثف اللي هو الاربوكينا بتزرع فيها، بتزرع على مساحات اقل شويه، ممكن بتزرع على 4×4. في اصناف زي مثلا اللي هي اصناف المائده، الكوراتينا دي بتزرع في مساحات اكبر شويه، في 4×6. فطبعا الاصناف دي ما ينفعش ازرعها في اماكن ضيقه، فانا لو عندي مكان ضيق ممكن ازرع اصناف تقبل ان انا ازرعها على مساحات قريبه من بعضها. نورتنا.